السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على الإرث المعماري تاع الجزائر العاصمة، اللي يعني يضرب التاريخ ديالو في العصور القديمة، يعني منذ يعني الفينيقيين إلى يومنا هذا، واللي كانت في الأول الأسس نتاع المدينة تاع الجزائر كانت رومانية فينيقية ثم زيرية، وتأثرت بإسهامات من النظام المعماري في الأندلس، وكذلك النظام المعماري اللي تأثرنا به من خلال المبايعة العثمانية والفترة العثمانية، وكذلك كل هذا الإرث المعماري اللي نشاهده الآن في الجزائر هو نتيجة لها كل هذه التجاذبات، واللي عرفت ازدهار كبير في الفترة الزيرية، فترة الحكم تاع مناد بن زيري، واللي كان يعني الفترة هذيك امتدت إلى كذلك إلى يعني الحدود الدولة الأموية في الأندلس وكل شمال المغرب العربي. وإذا هذا هو يعني العصارة أو النتيجة اللي وصلنا لها اليوم. نشاهد نماذج من هذا الطراز المعماري الرائع الذي تتميز به مدينة الجزائر العاصمة أكثر من غيرها من مدن في المغرب العربي، رغم أنه فيه كذلك نماذج من مدن كقسنطينة وسكيكدا ووهران، فيه بعض المدن اللي تم يعني بروز هذا الطراز المعماري الزيري، كما قلنا الدمشقي العربي الإسلامي البربري، لأنه القائد يعني مناد بن زيري هو بربري ابن العاصمة الجزائرية. وإذا هذا هو النتيجة. وأنا الآن ما نتكلمش على المغرب الأقصى، لأن الطراز المعماري في المغرب الأقصى هو مستمد من الطراز الأندلسي، هو يعني المصدر نتاع المعمار في المغرب الأقصى هو أصله أندلسي. إذا لا ما نذكرش بدون ذكر هذه المملكة. فإذا هذا هو الطراز هذا. نتمنى من السلطات نتاعنا في الجزائر يعني الأخذ به وتثمينه وتطويره وإبرازه والحفاظ عليه، لأنه اليوم اللي نتكلم كثير عن القصبة، وهي القصبة هي بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة نتاع هذا المآثر الحضارية المعمارية اللي نعرفها الآن في كل مدينة الجزائر وفي كثير من المدن الجزائرية. وهذا الإرث المعماري لازم نحافظ عليه كما قلت، رغم أنه يعني يوجب الحفاظ كذلك والتطوير ويعني التثمين، يعني القصبة كاين قصبات أخرى في وهران وفي سكيكدا وفي قسنطينة وفي كثير من المدن في بجاية كذلك. إذا كل هذا التراث لازم نحافظ عليه، لكن ما ننساش التراث الكبير والعظيم تاع مدينة الجزائر العاصمة، واللي يعني أخذت يعني بدون يعني يعني لونيتي انتيليكتويال تفرض عليا باش نتكلم باش نقول الحقيقة، لأنه هذا التراث المعماري البارز في مدينة الجزائر ساهم فيه كثير المهندسين الفرنسيين أطراف يعني الفترة الاستعمارية، ساهموا كثير في بلورة وإعطاء كما نقولوا لليتر دو نوبلاس، الحروف نتاع إعطاء الطابع يعني العصري اللي نشاهده الآن في هذه الصور. وكان كثير من الصور ونماذج لم أتكلم عليها في هذا الفيديو، وخاصة ورغم أنه هي يعني بارزة، مثلا يعني بناية البريد المركزي، مقر ولاية الجزائر، يعني مجلس الولائي،
الجزائري، كاين بعض العمارات الرائعة، نماذج رائعة يعني في الطوب نتاع العمران هذا، الزيري الجزائري الأندلسي البربري العربي الإسلامي، هذا اللي رانا تسخر به المدينة تاع الجزائر، وهي أول مدينة في العالم تسخر بهذه المعالم الحضارية نتاع يعني الارشيتكتور نيوموريسك، يعني الطابع هذا الاندلسي الموريسكي، اللي اكثر يعني الكميه نتاع التراث الموريسكي الموجود يعني في الجزائر اكثر من ما هو موجود حتى في الاندلس حاليا، وفي اي دوله يعني من دول شمال افريقيا. إذا نفتخر بهذا الإرث المعماري الحضاري، ونتمنى السلطات تأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب، ويعني لحماية هذا التراث من الاندثار، وكذلك تثمينه يعني لتطوير السياحة وتطوير لا ديستيناسيون يعني تاع ألجي ولا بعض الأحياء في بعض المدن الأخرى في الجزائر. إذا إن شاء الله يكون فيها خير، نكتفي بهذا القدر، ونخليكم تتابعوا الفيديو هذا الرائع اللي نماذج كثيرة، وما يعني وما خفي أعظم، فيه يعني لي جاردان سكري دو لا فيل دارجي، يعني فيه دي جاردان في أروع ما يكون، حدائق رائعة لا يعرفها الكثير في قصور مدينة الجزائر وداخل بنايات مدينة الجزائر. عمران رائع، وإن شاء الله يكون فيها فيديو آخر على العمران داخل البيوت، داخل هذه البنايات اللي رانا نشوف فيها، سوف نشاهد مآثر الفن العمراني والفسيفسائي والجبسي، يعني كل أنماط نتاع الديكورات من الداخل، في سوف نشاهدها في فيديو آخر. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.